بكم مستمعي الكرام نزلة البث الرسمي. فعلا مبسوط أن أكون هنا معكم عشان المشروع ما بين السفارة البريطانية فمنظمة الدولية للإصلاح الجناعي. فالمشروع هي مشروع مع العلاقات مع البرنامج الراديو عشان الناس اللي موجودين داخل السجن عنده العلاقة بين السجن فالعالم خارج من السجن. فدي حاجة أهم جدا عشان لما الناس يخرجون من السجن لو ما عندهش أي علاقة بين العالم خارج من السجن ما هيروفش في أي حاجة سواء الفن، الثقافة، الأخبار، الرياضة. فالبرنامج يعني أن ما زل العلاقة بين الناس داخل السجن فالعالم خارج من السجن. فالدعم السفارة البريطانية للمشروع هنا في دار البيضاء أول مرة عندنا الدعم يقدم من السفارة البريطانية. فأنا أتمنى أن هذه هتكون مش الأخر مرة بس هنشتغل مع السجناء في المغرب فممكن يعني في الشرق الأوسط في أفريقيا الشمالية برضو عشان الريانتجريشن السجناء بعد الوقت داخل السجن هتكون أسهل. شكرا جزيلا فإن شاء الله هشوفكم في المرة القادمة إن شاء الله.